فندم هو صوت حضرتك بس يعني صعب اسمعه. بعيد؟ طب كده سامعني؟ سامعني كويس. المهم انا سامعك كويس، انت سامعني؟ هو ضعيف شويه بس بحاول اسمع. اتفضلي. تحت الوصل. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اشرح لنا استاذ محمد نجمه بعد اذنك، موجه بيه سياده الريس باستخدام حصه مصر لدى صندوق النقد الدولي لتمويل احتياجات السودان. هو في البدايه احنا لما نيجي بتسلسل زمني للاحداث لحد النقطه اللي احنا وصلنا لها النهارده دي، بنبدا الاول من 2019 بالازاحه اللي حصلت ل النظام السابق في السودان، ازاحه نظام عمر البشير. نظام عمر البشير والحكومه في ال 30 سنه اللي حكم فيها كان في انعزاليه كامله للسودان عن المجتمع الدولي، كان في مفيش اي استثمار اجنبي في السودان، كان في صعوبه شديده في نقل الاموال، في التدفقات النقديه سواء للداخل او للخارج، تحويل الارباح، كان في قيود كبيره جدا جدا وسيئه جدا لمناخ الاستثمار الاجنبي في السودان، فبالتالي كان الاقتصاد بشكل السوداني عام. بشكل عام. نعم؟ بشكل عام اللي حضرتك بتقوله ده بشكل عام طوال فتره حكم البشير. بالظبط نعم. طوال فتره حكم عمر البشير. نعم. بعديها ليه بقول الفتره دي مهمه قوي ان احنا نبدا بيها عشان نفهم هو ليه السودان وصل لهذه المرحله الصعبه من الناحيه الاقتصاديه. ننتقل للمرحله الثانيه اللي هو حصل فيها الازاحه وحصلت ثوره التغيير، وكان بعد كده اداره جديده. الاداره الجديده دي عملت برنامج اصلاح اقتصادي عظيم جدا جدا جدا. عظيم ليه؟ لانه هو انا بشبهه هو قريب جدا من البرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري. هو الدوله في السودان والحكومه السودانيه شايفه ان احنا لازم نفك كل القيود اللي على الاقتصاد السوداني. نعم. على راسها الاستثمار الاجنبي المباشر. طيب. نعم. المشكله انه عشان بهذا البرنامج الاصلاح الاقتصادي ينجح لازم السودان يتخلص من الديون الخارجيه اللي عليه. نعم. لانه مستحيل يكون على سبيل المثال يكون دخل حضرتك على سبيل المثال 1000 جنيه أيوه. في الشهر ومطالبه ان انت تسددي كل اسبوع 1000 جنيه برضه. طب أيوه. اذا كان الدخل كله طول الشهر 1000 جنيه ازاي نسدد من الديون؟ ازاي قسط الدين كل اسبوع يكون 1000 جنيه؟ نعم. في حين ان الدخل كله في الشهر 1000. نعم. فبالتالي كانت المعادله سيئه جدا، مفيش اي توازن ما بين الدخل اللي هو جاي للسودان من العمله الصعبه والمطلوب من السودان سداده بالعمله الصعبه، كان في فجوه كبيره جدا. فبالتالي طيب كان يبقى اذا رقم واحد مستحيل السودان يقدر يسدد هذه الديون. يبقى ايه الحل؟ نروح للحل الثاني. الحل الثاني ان الدول الدائنه للسودان بارادتها الحره تقرر ان هي تتنازل عن جزء كبير من هذه من الديون. نعم. الجزء الاخر المتبقي اللي مش هتتنازل عنه هتعمل فيه ايه؟ هتمد اجاله. بدل ما احنا عايزين ان انت تسدد 10000 جنيه في 6 شهور، أي. لا انا هخليك تسدد ال 10000 جنيه هم بس على 10 سنين. تمام. ولو ال 10000 جنيه دي على سبيل المثال بتدفع عليها سعر فايده 2%، انا هخليها لك 0%. يبقى انا كده تطويل لابد الديون مع الغاء الفايده على الديون. بالظبط. ده غير الجزء الاساسي اللي انا هعلق الدين كله، يعني انا هتنازل عن جزء كبير، ده جزء، والجزء المتبقي هطول الاجل بتاعه. نعم. بالتالي هو طيب السودان النهارده عشان يعرف يرجع مره تانية يقترض ويشتغل والاقتصاد احرق موتور او مواتير ومحركات الاقتصاد ترجع تشتغل تاني، محتاج موارد عمله صعبه ملهاش مصدر حاليا سريع الاجل وسريع الوصول ليه غير القروض. طيب ازاي حد هيقترض بدون ضمانات؟ هنا بيجي دور مصر بقى. أيوة. هي دي النقطة اللي حضرتك كان لازم ابدا التسلسل بالطريقة تمام دي تمام عشان نبقى فاهمين بالظبط كده. هنا بقى بيجي دور مصر، ان مصر هنا بتقدم كل امكانياتها الاقتصادية، وده دور مصر، ما فيش اي دولة تاني اقترحته بالنسبة لها الحقيقة، لكن ده الدور المصري دائما يعني. طبعا نعم. هنا بقى الدور المصري هو ان مصر بتقدم الكوتا بتاعتها اللي هي بنسميها الحصة دي اسمها الكوتا. ايوه. الكوتا بتاعتنا دي في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي، دي بنستخدمها كضمانه ان السودان قادر على السداد، وانه في حال لا قدر الله تعثر السودان في سداد القروض اللي هو محتاجها النهارده عشان يشغل اقتصاده، مصر تقدر ان هي تضمن السداد ده وان ده يحصل ويتم في ميعاده وفي مستحق الاستحقاقات. اذا هي ضامن، هي ضامن للسودان في تسديد بالزبط اجزاء بالزبط معينه من ديون. هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، حضرتك رحت البنك عشان عندك مشروع عايزه محتاجه كارد مليون جنيه، لازم اجيب حد يضمني. بالظبط. لكن تصنيفك الائتماني يسمح لك ب 500000 جنيه. نعم. البنك يقول لك ايه؟ طيب انت عندك قريبك مثلا سين من الناس عنده حساب عندنا في البنك، لو قريبك ده
الدخل ضمن معاك انا هدي لك المليون جنيه لان جميل. قريبك عنده وديعه ب 2 مليون في البنك. نعم هو ده المثال المبسط بطريقه مبسطه جدا جدا وسطحيه. حلو قوي الشرح ده والتوضيح ده في غايه الاهميه لانه بالظبط كده هو المطلوب. مش كل الناس فاهمه التفصيله دي. اشكر حضرتك. فبالتالي السودان ايه اللي حصل؟ السودان بدات انها تستخدم علاقاتها الدوليه. نعم تستخدم علاقاتها مع الحلفاء حلفاء السودان وعلى راسهم مصر. نعم. مصر مش بس حليف عادي، احنا هنا ضروري جدا يا استاذه عزه ان احنا نفرق ما بين انه هناك عدد كثير من الدول وحلفاء السودان قال اصدر تصريحات جميله جدا، تصريحات مثاليه، تصريحات كلها شفويه، لكن لما جينا اختبار حقيقي ان هذه التصريحات تنتقل الى الفعل والتطبيق، ناس كثيره جدا من هؤلاء الحلفاء والاصدقاء للسودان تراجعوا. هو ده بقى فرق بين التصريحات الشعبويه الرنانه وما بين بالظبط وندعم المسار الديمقراطي في السودان وندعم التغيير وندعم الاصلاح الاقتصادي والمواقف الجاد بالظبط كده بالظبط. هو ده دور مصر وهو ده الاختبار الحقيقي للعلاقات ما بين مصر والسودان. بشكرك للتوضيح وكان مهم جدا وجود حضرتك معانا لتوضيح هذا الكلام استاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي.